بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نعرض لكم طريقة عمل الحلوى الحنيني. الحلوى الحنينية السعودية معروفة، وهذه يعني الحلوى يعني جدا ممتازة أيام الشتاء يعني والبرد. وهي بسيطة، مكوناتها بسيطة، تتكون من الطحين الأسمر والأبيض، يعني نص من هذا ونص من هذا، وشوية خميرة وفلفل أسود ودهن عداني غنم أصلي أو يعني بقر على حسب الرغبة، وملح وبصل والتمر. وطبعا الخبز هذا هو خبز المراصيع أو المصابيب، وهذا العادة يعمل على الصاج أو التاوة، لكن الطريقة هذه الجديدة اللي بسويها عن طريق الفرن. إن شاء الله تشوفونها